مرحبا بكم مشاهدينا وسلسلة حصادنا الإخباري، ونبحث اليوم معكم ملف آفة المخدرات وأسباب انتشارها في العراق، حيث أقرت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن العراق تحول من مجرد معبر يعبر المخدرات إلى بيئة للإدمان والاتجار بها، مؤكدة أنها وصلت إلى الجامعات ومدارس البنات وحتى طلبة المرحلة الابتدائية. أعضاء في اللجنة نفسها أكدوا أن تجارة المخدرات تديرها مافيات دولية متعددة الجنسيات تستغل ظروف العراق من أجل إغراقه وتحويله إلى مسارات لعبورها إلى بلدان أخرى، كما وأن متنفذين يمنعون أي جهود لمكافحة المخدرات. في تموز الماضي أقر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بأن المخدرات تأتي من إيران وسوريا عبر شبكات مرتبطة ببعضها. تصريح جاء بالتزامن مع اتهام رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني للميليشيات بإعاقة جهود التصدي لتجار المخدرات. كذلك وزارة الداخلية أكدت ارتفاع عدد المعتقلين بقضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 30%، واكتظاظ السجون بالآلاف من التجار والمدمنين، ما يعني ازدياد الاتجار بالمخدرات والإدمان عليها. منتصف عام 2023 أعلنت لجنة مكافحة المخدرات النيابية إتلاف 14 طن من المخدرات في محافظة التأميم وحدها، وهي كمية قالت اللجنة عنها أنها تكفي لإدمان نصف الشعب العراقي البالغ عددهم 41 مليونا. وفي منتصف تموز الماضي وفي سابقة وصفت بالخطيرة، قالت وزارة الداخلية أنها عثرت على معمل لتصنيع مخدرات الكبتاغون في محافظة المثنى مع أختام خاصة بالحبوب المخدرة والتي كانت معدة للتهريب إلى دول الخليج. موقع ميدل إيستاي البريطاني لفت إلى أن العراق أصبح قناة مهمة لمهربي الحبوب المخدرة، وتحديداً مادة الكبتاغون التي تدخل العراق من سوريا إلى البلد المصنع لها عبر معبر القائم الحدودي في الأنبار. أيضاً وكالة فرانس بريس بدورها قالت أن مخدر الكريستال من بين المواد المخدرة الرئيسة التي يجري تهريبها وتعاطيها في العراق، وخصوصا في مناطق وسط وجنوب البلاد القريبة من الحدود مع إيران. معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى قال إن ظاهرة انتشار المخدرات في العراق تخطت كونها مجرد تجارة إلى أنشطة مرتبطة بالميليشيات والقوى السياسية وبعض العشائر التي تجري مكاسب طائلة من هذه التجارة، بل وتستغلها للحفاظ على نفوذها وسلطتها.